بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الدرس السادس سنتحدث عن السيجنال فلو جراف اند ميزنز جين فورمولا، وهذه عبارة عن طريقة أخرى أو ميثود آخر لحل البلوك دايجرام اللي تمثل كلوزد لوب أو أوبن لوب سيستم containing transfer function. طيب ما هي السيجنال فلو جراف في البداية اللي اختصارها SFG؟ It is a method used to transfer the block diagram into arrows and nodes. هذا تعريف أنا حطيته very simple. One is we already know، يعني من البداية نعرف أن هذا عبارة عن مثلا canonical form هنا J1 output feedback ممثلة في transfer function H1 negative feedback. طيب كيف السيجنال فلو جراف هو عبارة عن ماذا؟ بإمكاننا نضعها بالطريقة هذه. هذه تمثل J1، هنا عندنا ال R، وال J1 هنا في عندنا feedback minus H وال Y. هذه هي عبارة عن signal flow graph. والآن سأتطرق إلى بعض الأشياء التي تعرف signal flow graph. على ماذا تحتوي السيجنال فلو جراف؟ تحتوي على نود. طيب هذه النود عبارة عن ماذا؟ عبارة عن نقطة تفسر سيجنال أو variable. Point that represent signal or variable. سيجنال زي ايش مثلا؟ سيجنال يعني زي مثلا الانبوت سيجنال ال R، ستيب يونت ستيب فانكشن، رامب فانكشن، ايا كان. وفاريبل هي عبارة عن ترانسفير فانكشن J او H. طيب ما واللوب عندنا اللوب كذلك، اللوب اللي هي الكلوزد باث، very simple closed. اللي هي النقطة، الأرو يبدأ من نقطة ويرجع لنفس النقطة، كون لي كلوز باث أو لوب. في عندنا نون تاتشينج لوب، هذه المصطلحات أو الترمينولوجي نحتاجها كثيرا عندما نحول من البلوك دايجرام إلى السيجنال فلو جراف، لأن الحل بالسيجنال فلو جراف أسهل بكثير من البلوك دايجرام ريدكشن ميثود اللي أخذناها قبلها في الدرس الخامس. وهي عبارة عن ماذا؟ Loops are non-touching only if they do not share or pass any nodes. لما يكون عندي هذا لوب، لوب 1 مثلا minus H1 J1، بعدين عندنا هنا J2، بعدين هنا عندنا مثلا J3، عندنا H2 minus H2. الآن هذه نون تاتشينج لوب، يعني اللوب الاولانيه هذه is non touching with the second loop، ليست مشتركه، لا يتلامسنا في اي نود، يعني لا يتلامسنا في اي نود، مهم هذا الشيء. طيب الفورورد باث، الفورورد باث هي عبارة عن
الفا اللي هو عبارة عن الباث من from input to output node، من ال input node إلى ال output node. هذا هو الفروض. الآن سنتكلم عن النقطة الأخرى الهامة اللي هي signal flow graph algebra، عمليات الجبرية للـ signal flow graph. أنا لخصتها في 4 نقاط. لو كان عندي في الأول الـ y الـ output يساوي الـ j في الـ r input، إذا هذه ممكن تمثيلها في signal flow graph كالآتي: r هذه input node، وعندنا الـ j اللي هي الـ variable، وعندنا الـ output node اللي هي الـ y. أحيانا كذلك ممكن تمثيلها بالشكل هذا، يعني يكون عندنا الـ input signal الـ r هنا، وهنا هنا يحطون 1 unity، كذلك هنا يكون 1 y، 2. لو كان عندي هذه الـ input signal وعندي هنا J1، هنا عندي J2 Y، هنا R، هذا يؤدي إلى أن ال Y على ال R، ال output على ال input، ال transfer function تساوي J1 مضروبة في J2. طيب 3، اللي هو لما يكون عندي R هذه نود، هنا J1 J2 J3 هنا Y، هذا يساوي ماذا؟ ال Y على ال R output على input حيساوي J1 زايدا J2 زايدا J3. هذا هو ال forward path، عندنا 3 forward path، 4 اللي هو أخذناه قبل كذا الفيدباك، J1 فيدد باك تو مثلا H بالماينس أو بالبلس على حسب، إذا كانت بوزيتيف أو نيجاتيف فيدباك. Y على R تساوي J1 على 1 ماينس بلس J1 H 1، وهذا عبارة عن وكانوكي الفور. طيب الآن سنأخذ example لحل مسألة لتحويل block diagram إلى signal flow graph. لو كان عندي R هذه هي البلوك دايجرام الآتية، نريد تحويلها إلى سيجنال فلو جراف دايجرام. كالآتي: ال R هو input النود الأول إلى السامينج الثاني، ونحط يونيتي 1 اللي هو هذا. بعد كذا ال J1، ال J1 رايح إلى فين؟ إلى هذا الثمر. بعد كذا نروح ال J2، ال J2 داخل إلى النود هذه. بعد كذا نروح إلى J3، ال J3 رايح إلى ال output ال Y. طيب الآن الفيدباك، الفيدباك الأول اللي هو من J3 رايح لبداية J2، وهذا عبارة عن minus H2
بعدين من نهاية J2 رايح إلى، عفوا، إلى أول سمر، إلى ثاني summing point الثانية، ونحطه positive H1 لأن عندنا positive feedback. بعد كذا من نفس النقطة هذه النود نأخذ minus 1 يعني negative feedback unity، فكذا بالتالي تتحول إلى signal flow graph. طبعا بعد كده حنستخدم السيجنال فلو جراف كأداة مساعدة، كأداة أو كخطوة أولية لتطبيق نظرية الميزون فورمولا. والآن سنتكلم عن الميزون.